مساء الخير عليكم يا صبايا، ومساء الخير عليكم يا شباب. وحشتونا جدا جدا جدا. قبل ما نطلع حلقات الهوا بتاعتنا ونقدم مواضيعنا الجديدة ونبتدي مسيرة خير جديدة، فكرنا ان احنا نفكركم بكل المجهود اللي عملناه في خلال السنين اللي فاتت. فكرنا ان احنا نقول لكم قد ايه احنا تعبنا. فكرنا نقول لكم قد ايه كنا دايما حريصين على اننا نبقى عند حسن ظنكم. ارجو انكم تفتكروا احنا عملنا ايه، واسمحوا لي اني اشكركم على كل وقفتكم معانا في الفتره اللي فاتت وعلى تشجيعكم لينا. وارجو ان الفتره اللي جايه نكون دايما عند حسن ظنكم. صبايا الخير.